رسول الله أنا مدينة العلم وعلي بابها، فمن أراد المدينة والحكمة فليأتها من بابها. وفي يوم ولادته 30 سنة بعد عام الفيل، لما خرجت السيدة الطاهرة أمه من جوف الكعبة وعلى يديها علي يتلألأ وكأنه النور، ونزل أبوه أبو طالب سلام الله عليه ونظر يخاطب ربه، أبو طالب المؤمن وهو مؤمن قريش، نظر وقال: يا رب، يا ذا الغسق الدجي والقمر المبتلج المضي، بين لنا من حكمك المرضي ماذا ترى في اسم ذا الصبي. وإذا بسحابة ظهرت من بعيد، قائل هذين البيتين هو الله. الله له بيتان من الشعر قالهما في فضل علي بن أبي طالب. ماذا قال الله؟ قال الله: خصصتما بالولد الزكي والطاهر المنتجب المرضي، واسمه من شامخ علي علي اشتبت من العلي.